السلام عليكم. النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. بعد منافسات حادة، دبي تفوز بتنظيم إكسبو 2020. التدقيق المحاسبي دور مفقود في الشفافية العربية. الرئيس الإيراني يحفز الاقتصاد لكن هذه المرة من باب السياسة. أهلا بكم. حصلت دبي على حق استضافة معرض وورلد إكسبو الدولي لعام 2020 بعدما نالت أكبر عدد من أصوات دول في المكتب الدولي للمعارض، متقدمة على إزمير التركية وساو باولو البرازيلية ويكاتنبرغ الروسية. قضي الأمر وحصلت دبي على ما كانت تبتغيه، معرض وورلد إكسبو العالمي على الأراضي الإماراتية. دبي على موعد مع حدث تاريخي هو المعرض الدولي الذي سيقام عام 2020. تنافس شرس مع أزمير التركية، ساو باولو البرازيلية ويكاتنبرغ الروسية، حسمته إمارة دبي في النهاية لمصلحتها. حدث عالمي ذو أبعاد اقتصادية لكونه يوفر تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات، ويحضره 25 مليون زائر على مدى نصف عام، ويوفر 277 ألف فرصة عمل. يقال أن في دبي كل يوم إكسبو وليس 2020، ولكن 2020 هو تثبيت حقيقي لمكانة دبي في استضافة هذه الأحداث. ما يمثله معرض إكسبو وورد الدولي يدعو الحكومة إلى توفير نحو 45 ألف غرفة فندقية، وإلى وضع خطط لتوسيع نطاق شبكة المترو. فوز دبي سوف يدفع أسعار العقارات نحو الارتفاع في المناطق المحيطة بمكان المعرض بحسب مستثمرين في سوق الأسهم. يكون نوع من الترويج لدعم ملف إكسبو 2020، لتكون دبي الدولة المضيفة لهذا الحدث. وللاستفادة من الإقبال على شراء العقارات، عمدت إمارة دبي إلى زيادة رسوم تسجيل مبيعات العقارات إلى 4% من 2%، ولاسيما أن إجمالي الصفقات العقارية بلغ هذا العام 53 مليار دولار. والآن ننتقل مباشرة إلى دبي لمتابعة هذه المشاهد للاحتفالات لمناسبة فوز دبي بمعرض إكسبو أو وورلد إكسبو الدولي لعام 2020. إذن دبي فازت بهذا المعرض الذي يتوقع يوفر تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات، وسوف يحضره 25 مليون زائر على مدى نصف عام، ويتوقع أيضا أن يوفر 277 ألف فرصة عمل. والآن إلى لبنان. المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد عنوان المؤتمر الدولي لنقابة خبراء المحاسبة المجازين الذي عقد في بيروت وسط حضور أصحاب الاختصاص العرب، والنقاش تناول دور المحاسبة في تفعيل الشفافية والحد من الهدر. تيما روماني. المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد هدف العمل المحاسبي وعنوان المؤتمر الدولي لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الذي ضم مشاركين من أنحاء العالم العربي. التدقيق المحاسبي يلعب دورا رئيسيا في الشفافية المالية والاقتصادية التي ما زال العالم العربي يفتقد إلى رفع مستوياتها. كانت المحاسبة كأحد فروع المعرفة الإنسانية وسيلة لتلبية حاجة الإنسان إلى بيانات ومعلومات تمكنه من التلازم مع ما يحيط به
من ظروف ومتغيرات اقتصادية. لكن يبدو أن الحكومات العربية لم تعطي قطاع المحاسبة والتدقيق الاهتمام اللازم، ولم تستفد من دوره في محاربة الفساد والحد من تبعاته على المجتمعات العربية. أنا بالنسبة لرأيي أن هناك بعض القصور الحقيقة من الجهات الحكومية بإعطاء مهنة تدقيق الحسابات الاهتمام الكافي، على اعتبار أن هي تمس كل أوجه الحياة سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي. دول العالم العربي لم تسر بالوتيرة نفسها على طريق تحسين رقابة عملية المحاسبة والشفافية المالية، حيث دعا المشاركون في المؤتمر إلى توحيد المعايير المحاسبية والتشريعات القانونية للرقابة الحكومية. في توحيد في طرق وأساليب الرقابة والمنهجيات التي تستخدم والمعايير التي تطبق، باعتبار أن كل هذه الدول تحت مظلة واحدة اللي هي مجموعة الدول العربية. يبقى أن تلتزم الدول العربية بتفعيل دور المحاسبة والتدقيق لتحسين الرقابة ورفع الشفافية لما فيه مصلحة المواطن والحكومة والحد من الهدر المالي في عالم ما زال يعيش ارتدادات الأزمات المالية، ويسعى إلى اغتنام الفرص والحفاظ على الموارد. حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني سلفه مسؤولية ارتفاع حدة الركود، مؤكدا بدء العمل على خفض نسب تضخم الأسعار لكون السياسات الخاطئة هي التي تسببت به وليس العقوبات الغربية على حد قوله. وكانت حكومة أحمد نيجاد تقوم بتوزيع مساعدات نقدية على الأسر الإيرانية، ما أثار عاصفة انتقادات بعد ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير. روحاني أكد سعي الحكومة لإصلاح أسلوب صرف الدعم، وأن التركيز الأولي سيكون على كبح تضخم وإصلاح النظام المصرفي، ثم الوصول إلى تغيير نموذج الإنفاق على الدعم. إيران لا تتوقع أثرا فوريا على صادراتها النفطية بعد الاتفاق النووي. وزير النفط بيجان زينغان أكد هذا الأمر في تصريحات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وقال زينغان أن بلاده لا تتوقع زيادة صادراتها من الخام، من دون أن ينكر أهمية تخفيف العقوبات على التأمين البحري لتسهيل تصدير النفط الإيراني. وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا تخفيف العقوبات في كانون الأول ديسمبر، لكن الأمر قد يستغرق حتى كانون الثاني يناير لإجراء بعض التعديلات التشريعية. اختتمت في طهران أعمال المؤتمر 21 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى تعزيز التعاون بين دول المنظمة وسلم رئاستها الدولية لإيران. تقرير حزم كلاس. من بوابة السياسة يدخل الرئيس الإيراني متحدثا عن الاقتصاد. روحاني الذي جعل من تحسين اقتصاد بلاده أولى أولويات حكومته يريد إحياء التجارة الإقليمية مع الشركاء في المنطقة. وإذ تتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، تدعو إيران إلى بدء إصلاحات في المنظمة تنعكس إيجابا على أعضائها. مع بداية عقد ثالث من التعاون على منظمة التعاون الاقتصادية بدء الإصلاحات في عام 2012، بلغ حجم مبادلاتنا مع العالم 817 مليار دولار، 10% منها فقط أي 83 مليارا من التجارة الإقليمية، وهذا المبلغ ضئيل جدا ولا يمكن تبريره ذلك إطلاقا. دولار سهم تجارة. تأسست منظمة التعاون الاقتصادي إيكو عام 1985 من قبل إيران وتركيا وباكستان، وهي تضم اليوم 7 دول أخرى هي أفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان. تشكل دول المنظمة مساحة جغرافية استراتيجية تنعم بمخزونات كبيرة من المناجم والنفط والغاز بمساحة تصل إلى 8 ملايين كيلومتر مربع، ما يجعلها ممر عبور تجاري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، عدا عن أن تعداد سكان دول المنظمة يقارب 450 مليون نسمة. كل ذلك يدفع دول المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهم، وخاصة إيران التي بدأت للتو بخطوات تهدف لرفع العقوبات الغربية عنها. بعد ما تحقق في مباحثات جنيف النووية، باتت الأوضاع أكثر سلاسة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، ليس مع منظمة إيكو فقط بل أيضا مع كل دول الجوار والمنطقة. أبرز اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع تناولت علاقات طهران وأنقرة وأنبوب تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان.
لا تكتفي الحكومة الإيرانية بإجراء إصلاحات اقتصادية داخلية، وإنما تحاول تسخير ما حققته في السياسة الخارجية اقتصاديا. وفي أول خطوة بعد اتفاق جنيف النووي من بوابة منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. حازم كلاس، طهران، الميادين. تواصل أوكرانيا مساعيها لتوقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بشروط أفضل، وذلك عشية قمة شراكة شرقية في فيلنيوس. وأكد رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف أن العمل الهادف إلى تقريب البلاد من المعايير الأوروبية لا يتوقف يوما واحدا، وذلك برغم الضغوط الروسية على أوكرانيا لدفعها إلى دخول الاتحاد الجمركي الذي أنشأته موسكو مع جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى. أظهر تقرير مكتب تاوب لبحوث السياسة الاجتماعية الإسرائيلي أن نسب الفقر بين الإسرائيليين ارتفعت بشكل قياسي بالمقارنة مع دول متطورة أخرى، حتى من دون احتساب الوسط العربي واليهود المتشددين الحريديم. وترتفع نسبة الفقر في صفوف المسنين والأطفال في إسرائيل، حيث يواجه ثلث السكان ضائقة اقتصادية تحرمهم من تلبية حاجات أساسية، ومنها القدرة على شراء منتجات غذائية متعددة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. نشكر متابعتكم والسلام عليكم.